إذا لمناقشة الأحزاب وكثرة ظهورها والغاية من التحضير لعودة الصدر إلى المشهد السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون الأحزاب قد تصل إلى 500 حزب، ما الهدف من كثرة هذه الأحزاب وظهورها على المشهد السياسي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هذه الظاهرة بالحقيقة تتكرر في كل دورة انتخابية، كلما اقتربنا من دورة انتخابية انتخابات برلمانية جديدة كلما لاحظنا هذه الظاهرة. في الانتخابات السابقة وصل العدد إلى نحو 270 حزبا، والآن يجري الحديث عن حوالي 500 حزب. يعني يجري السباق، هناك تسابق في عملية تسجيل هذه الأحزاب ومن أجل استيفاء الشروط اللي من أجل مشاركتها في العملية الانتخابية المزمع عقدها في عام 2025. هذه الأحزاب، يعني هناك أكثر من سبب لتفسير هذه الظاهرة. فهناك دفع من قبل أحزاب سياسية نافذة متنفذة مشاركة بشكل فعال في العملية السياسية، هي تتقصد الدفع بتأسيس أحزاب تحاكي المطالب الشارع العراقي، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد وما يتعلق بنبذ الطائفية إلى آخره. محاكاة هذه الأهداف والمطالب يجعل من الكثير من الشباب ينخرطون في هذه الأحزاب، يعني متوهمين بأنها فعلا تنفذ برنامجا يحاكي او يشكل قاسما مشتركا مع مطالبهم. لكنه في الحقيقه هذه الهدف الرئيسي من الدفع بهذا الاتجاه هو من اجل تشتيت وتفتيت الاصوات الانتخابيه الشبابيه التي هي بالحقيقه غير مساعده وغير مقتنعه بهذه الأحزاب الرئيسية النافذة. هناك أيضا كلام عن تأسيس حزب كبير، يعني يقال أنه سيعلن عنه قريبا. هذا الحزب من شأنه أن يوحد الفصائل المسلحة أو عددا كبير من الفصائل المسلحة، يجعل أجنحتها السياسية تتوحد في حزب واحد. وهذه المسألة بالحقيقة متوقعة، لأننا نعلم بأن الأحزاب الميليشياوية فقدت الكثير من مقاعدها في العملية الانتخابية السابقة، وتريد أن توحد صفوفها وتنبذ الخلافات ما يمكن نبذه من الخلافات فيما بينها، ومن الوسائل التي يحاولون أن يستخدموها من أجل تحقيق هذا الهدف أن يتوحدوا في جناح سياسي واحد أو حزب واحد. طيب، هناك إذن لوبيات، أيضا هناك تأسيس لوبيات سياسية تتشكل من أحزاب صغيرة جديدة، وهذه اللوبيات بالنهاية بالحقيقة ممكن أنه تشكل رديفا للأحزاب السياسية القائمة الفعالة في العملية السياسية. إذن نحن مقبل المشهد السياسي من حيث الجوهر لن يتغير. هناك محاصصة طائفية، هناك أحزاب رئيسية كردية، وهناك أحزاب رئيسية سنية، وأحزاب رئيسية شيعية، وكل منها يسعى إلى تأسيس ردائف له، يعني تتمثل بأحزاب. ولكن أستاذ لبيد، كما تعرفون أن العراق يدار من خلال عملية سياسية قائمة بشكلها التفصيلي والأساس على المحاصصة. إذا كانت العملية السياسية تدار من على نمط المحاصصة، ما فائدة هذه الأحزاب إذن؟ عديمة الفائدة. هذه الأحزاب، يعني بالحقيقة هذه الأحزاب على كثرتها وحتى على بريق بعض الشعارات الذي رغم بريق بعض الشعارات الذي نسمعه عنها، لكن في الحقيقة هي كما بينا هي ما هي إلا ردائف يعني للأحزاب الرئيسية. فهي بالحقيقة تساند سواء شاءت أم أبت أو أدركت أم لم تدرك بذلك، ستشكل رديفا للعملية السياسية القائمة وهي المرتكزة على المحاصصة الطائفية. يعني سنسمع أحزابا كثيرة تقول بنفس الطائفية
وتقول بأنها عابرة طائفية وهي تريد أن تكافح الفساد إلى آخره، لكنها ليست أولاً، إما أنها ليست لا تمتلك الآليات كافية لتنفيذ أجندتها وبرامجها، أو أنها بالحقيقة تقوم بعملية خداع، يعني خداع سياسي، تقول شيئاً وتضمر شيئاً، أو أنها مرتبطة ارتباطا سريا او غير معلن بالاحزاب، باحزاب طائفيه مشاركه بالعمليه السياسيه. هذه بالحقيقه هذه العمليه لن تاتي بشيء ايجابي يؤثر او يصلح يقوم باصلاح ما يمكن اصلاحه من العمليه السياسيه الفاسده. استاذ لبيد، مصادر مطلعه تتحدث ان مقتدى الصدر أنهى الاستعدادات، وذلك من أجل العودة السياسية والانتخابية خلال طبعا المرحلة المقبلة. كيف تابعتم هذا الخبر؟ نعم، يعني هذا كان واضح بالحقيقة منذ زيارة مقتدى الصدر للسيد علي السيستاني في آذار الماضي. يعني كانت هناك زيارة له في النجف، ويبدو أن هناك تفاهما حول هذه المسألة بأن الصدر ينوي العودة إلى الحياة السياسية أو المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا متوقع بالحقيقة، لأن الصدر يمتلك تيارا، يعني يجب أن أعترف بأنه تيارا عريضا واسعا، لكن هذه المرة أنا لا أتوقع بأن الصدر سيحقق المستوى الذي حققه في الانتخابات الماضية. لماذا؟ لأن الانتخابات الماضية بالحقيقة وصل الخط البياني للتيار الصدري إلى قمته، يعني ومن الطبيعي أن ينحدر هذا الخط البياني مع الزمن، خصوصا أن الصدر بالحقيقة خيب آمال الكثير من أنصاره، يعني وخصوصا لا سيما عدد من أعضاء البرلمان الذين أجبرهم بالاستقالة، يعني وحتى وكانت ذريعته أنه فضل الانتقال إلى المعارضة الشعبية، وممارسته للمعارضة الشعبية لم تحقق شيئا بالحقيقة، لم تنجز أي شيء يذكر، يعني منذ أن خرج من العملية السياسية ومن البرلمان لم نرى شيئا ملموسا. يعني ومقارنة، يعني إذا قارنا يعني محمد الشيع السوداني بالكاظمي الذي هو كان قريبا جدا من التيار الصدري، يعني فان السوداني حقق بالحقيقه تقدما وشعبيه يعتبر اقل سوءا من سابقيه، يعني من رؤساء السابقين، فالسوداني سيعتبر يعني منافسا قويا للتيار الصدري، وربما سيضعف التيار الصدري في الانتخابات المقبله اذا لم يحدث نوعا من التحالف بين كتلة السوداني وكتلة التيار الصدري. من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.